السلام عليكم حبايبي. اليوم فكرت قلت غادي ندير لكم واحد الفلوغ باش تقضيو معايا هذا النهار في واحد من اجمل شواطئ الحسيمه. خليكم معايا ايت ما سويت ما نهار تقاكم فيديو يا باش كي تستعدي ميجن هذا سبحان ذاني تيجي جنب حق داك الحسيمه اكون في الصواغه تيري قاع السنن. اتمني راكم يعجب من راكم تصواغه ميا نهار جيشكم اكيدي. منظر هائل كاين هنايا وجيت عاود درت انايا شي تصاور خاص بيا. دخلوا الانستغرام ديالي والفيسبوك باش تشوفوهم وما تنسوش الاشتراك معايا في القناه ايضا باش يوصلكم الجديد ديالي. هذا المكان مكان رائع ممكن انا في السنديج ممكن هذا سبحان غسامه الصفان. شوفوا ما شاء الله قولوا غير مرايه هنايا لتحت. شوف الماء كي صافي تبارك الله. دابا جبتكم معايا لوسط الماء باش نوريكم جماليه بحار الحسيمه والجماليه ديال الجبال ديالها كذلك ايضا. الحسيمه تبارك الله كتسخر بشواطئ جميله جدا وهنايا في المغرب كرأي شخصي من افضل شواطئ المغرب والرقم واحد. مشيت لبزاف ديال الاماكن هنايا في المغرب بالاخص هنايا في الشمال بحال هذه الجماليه وهذا الشيء راه عمرني شفتو. وحسب التقييم العالمي شواطئ الحسيمه تصنفوا كاجمل شواطئ العالم في الرتبه السابعه وراه هذا الشيء غادي تشوفوه هنايا في الفيديو راه كيوثق يعني ديك الكلام اللي قالوا راه نيشان والناس اللي كيجيو هنايا للحسيمه راه كيعرفوا هذا الشيء بلا ما نقولوا لهم. صوبنا هنايا واحد المجمر باش نشويو عليه هذا اللحم كيف كتشوفوا ها هي ناس بقات تشويه اييه. والمشكل اللي درنا هذا النهار جبنا معايا يعني جبنا معنا ديك الفحم وداك الشيء ونسينا ديك الشوايه ديال الحديد وما لقيناش على اش غادي نحطوا داك هذا الشيء. رشه هي التنين تو رشه ايوا صافي صافي
هو الغداء ديالنا راه وجد، ديك الشواه هو طاب والديسير وما هادشي راه خفيف وظريف. اي بصحتنا. احنا يا غاديين نتمنى نكون في هذا الفيديو وصلتكم هذه الاجواء اللي عشناها هذا النهار، ونخليكم بخير وتشوفوني في فيديو جديد ان شاء الله.